السائلة عين ميم تقول: ذهبت مع السائق الأجنبي ومعي إخوتي وهم في سن التمييز من السادسة إلى الثانية عشرة. ذهبت لحاجة وهي أني مع أقاربي ويذهبون، وأخاف أن أجلس وحدي في المنزل فأذهب معهم مع السائق وأنا كارهة للأمر، فهل علي إثم في ذلك مع أني نادمة أشد الندم وعازمة ألا أذهب معهم إن استطعت، لأني أحيانا لا أقدر بسبب الظروف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا الفعل غير جائز لأنه من الخلوة المحرمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو إلا وثالثهما الشيطان. والخلوة لا تزول إلا بوجود رجل بالغ فأكثر من محارمها، يكون معها محرم بلغ سن الرشد، أو يكون معها نساء أخريات. فإذا كان معها من محارمها من الرجال أو معها من النساء لن تزول به الخلوة فلا حرج، أما الصبيان إنهم لا تزول بهم الخلوة. نعم.